اما هلا هيدي ننتقل لمحطتنا التاليه، ما لنا بعيد عن الاجواء الثقافيه. بدنا نحكي اليوم عن موضوع كثير مهم، هي السياحه الثقافيه. السياحه الثقافيه لها اثر كثير كبير على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد الثقافي. اليوم كثير مهم السياح او البلاد الاخرى تتعرف على ثقافتك، لانه بالاساس لما بلشت الحرب على سوريا كان الهدف منها صحيح ضرب الحضاره والثقافه السوريه. نحكي عن الثقافه، السياحه الثقافيه واهميتها وانعكاسها الايجابي على البلد. معنا الباحث والدليل السياحي عبد الرزاق الحمصي. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير والمحبه. يسعد صباحك استاذ. صباح الخير. بدايه استاذ، لما نحكي نقول السياحه، يعني اول شيء بيخطر على بالي كل سفر ترفيه، كثير من الامور الموجوده بهذا الموضوع، لكن احنا اليوم عندنا انواع من السياحه. حابين نتعرف من حضرتك على السياحه الثقافيه يلي بتمزج بين المعرفه، بين الثقافه، بين التاريخ والحضاره. شو اهم مقومات السياحه الثقافيه؟ سوريا بتملك مقومات لكل انواع السياحه. صحيح. سياحه المؤتمرات، سياحه الرياضه، السياحه الدينيه. طبعا كثير عندها مقومات سوريا بالسياحه الدينيه، 5000 جامع و700 800 كنيسه وكلهم قدما واضرحه قامات المسلمين والمسيحيين موجودين بسوريا. هلا ممكن نحكي في سياحه الرياضه، في تعدد سياحات، السياحه البيئيه والسياحه الزراعيه، كلهم مقومات موجودين. بس ما في بلد بالعالم بيملك مقومات السياحه الثقافيه اللي بتملكها سوريا. 10,000 موقع، يعني ثلث اثار الكون موجوده، ثلث اثار الموجوده بالكره الارضيه موجوده بهالبلد الصغير. سوريا ما بتشكل 1% من مساحه الكره الارضيه، فيها 10,000. هي حديقه اثريه، حديقه اثريه، لانه العلماء الاثار قبل الاحداث تقريبا اكثر من 200 بعثه كانت تشتغل. صحيح. بسوريا. هلا في قسم بلش بالموسم القادم حيرجع. 10,000 سنه حضاره. 10 مواقع على طريق الحرير. هلا عم ركز على طريق الحرير لانه حديث الوقت. صحيح. وفكرة نحن علاقتنا مع الشرق كانت قوية جدا من 4,000 سنة. وجايب شي حضرتك عن طريق الحرير؟ هلأ بيقولوا التوجه شرقا، أنا بقول العودة شرقا، لأنه نحن أساس علاقاتنا التاريخية كانت مع الشرق. أهم مواقع طريق الحرير كانت موجودة بسوريا. يلي هي كان 10 مواقع، بس أهمها تدمر، حلب ودمشق وبصرة، حتى طرطوس كانت الطريق البحري تبع. صحيح. طريق الحرير. لذلك وتاركين آثار كتير كبيرة. كتير نحن أصل الحضارة، نبع الحضارة. أنا كلمة مهد الحضارة محبة، نبع الحضارة. والحضارة خلقت هون. هلأ مثلا نحن بعض الصور هون، أول مدرسة من 5,000 سنة وردي، وحتى بأرشيف إبلة في تمارين تبع أطفال مكتوبين بأطفال على الواح طينية. هاي تجسيد لشروق. أول كتابة من 10,000 سنة، أول كتابة. السوري صار يستخدم أشكال الطيور والحيوانات والنباتات كأول رموز كتابية على الأحجار، وهي بشمال سوريا اكتشفت. هذا رقيم حجري 10,000 سنة. طبعا نحن دائما بحكي إبلة، أرشيف إبلة يلي هو أول مكتبة وأضخم مكتبة بالعالم. صحيح. اكتشافها غير معلوماتنا عن تاريخ سوريا والعالم. هاي مهمة جدا. أول تمثال لأهلية الحب والأمومة والخصوبة بسوريا. هذا عمره 8,000 سنة، موجود بمتحف حلب. واللي أفظع منه هذا عمره 10,000 سنة. كمان موجود بمتحف حلب. آلاف المواقع موجودة بسوريا، آلاف المواقع، ورغم الزلازل ورغم الحرب لسه في كتير. لسه في كتير. بدي وقف عند هاي النقطة تحديدا، لما نقول رغم الحرب ورغم الزلزال ورغم كل الأحداث اللي حصلت في سوريا، بنعرف قديش تأثر القطاع السياحي بشكل كتير كبير. اليوم عم نشوف عودة تدريجيا، عم نشوف السياحة الدينية إلى طابع كتير كبير، واليوم السياحة الثقافية بعد عودة الأمان لتقريبا معظم الأراضي السورية. خلينا نحكي عن أهمية عملية جذب السياح من خلال السياحة الثقافية، لأنه بنعرف قديش في مهتمين بشكل كتير كبير. هلأ نحن قلت أنه هي السياحة أرج مقوماتها، بس هي السياحة الثقافية حأرجع أعرفها، هي زيارة المواقع الأثرية، المتاحف،
لا قديش إلى أثر هلأ إيه؟ يعني طبعًا أنا قديش فيه استغلها طبعا أحكي بس هعرف هعرف وهأحكي على أثرها. زيارة المتاحف، زيارة حتى حضور حفلات الموسيقى دار الأوبرا، موسيقى رائعة. المطبخ السوري هو من السياحة الثقافية ومنتج سياحي بامتياز طبعا. الفن التشكيلي السوري، زيارة صالات العرض، الفن التشكيلي السوري كمان منتج سياحي سوري ثقافي. حاليا نحن السياحة الثقافية هي فئتها أول شيء مادية. نحن قبل الأحداث 12% من إجمالي الدخل الوطني كان من السياحة. صحيح. يعني لحد الآن 50-60 ألف إجا للسنة. سنة. ماشي الحال. يعني ماشي الحال، بس نحن بنطمح إنه نرجع نستقبل طبعاً. الملايين. السياحة الثقافية هي بتستخدم نخبة المجتمعات بالعالم. وهدول في قسم كبير من أصحابين قرار وأصحابين رأي مؤثرين برأي السياحة الثقافية. هي لزيادة التفاهم بين الحضارات، لأنه في سوء فهم عن سوريا سواء حضارتها أو وضع السياسي ووضع كل شيء. عم يجوا السياح، نحن ما لنا مثالين، بس عم ياخذوا صورة منيحة. وفد روسي كان من كم يوم، أنا كان كثير عم أطلع، بس إجا وفد روسي زارني. عم أسأله شو أهم موقع زرته بسوريا حبيته، كل حدا قال شيء، بس في واحدة كانت مهمة مستشارة هي، قالت لي الإنسان السوري. أنتوا لساتوا الإنسان السوري قوي رغم كل شيء، 12 سنة اللي صار. فإذا السياحة الثقافية بتزيد التفاهم بين الشعوب وبتعطي فكرة جيدة أو حقيقية عن سوريا. في شغلة كتير كمان مهمة أنا بقولها لزملائي الأدلاء وللطلاب، أنه كل سائح صار صحفي إعلامي حامل موبايل، معناتها صار صحفي شئنا أم أبينا. يعني عم ينقل صورة، هو لذلك دول الدليل كتير حساس انه يقدم صورة واضحة والحقيقة وموضوعية. وهي اهم ميزة انا بقول للدليل السياحي الناجح هو محبته للبلد، ايمانه رغم الصعوبة، رغم الصعوبة ورغم كل شيء عايشينه صعوبة، لازم نضل المحبة، محبة الوطن. الاماكن رغم الزلزال اللي عم نسأل انه في زلازل في حرب، لسه في عندكم مواقع؟ ايه طبعا هأحكي هلأ شو المواقع اللي لساتها متاحة للزيارة وهي كتير كبيرة. هلأ كنت أنا مع ضيفة حلب، قال لي ما في شيء بحلب زورونيا، القلعة مسكرة. قلت له شو القلعة مسكرة؟ أول شيء بنعمل جولة داير القلعة، قلعة حلب العريقة جدا، أجمل قلعة بالعالم. بعدين في سوق المدينة يلي طوله 10 كيلومتر، هذا أقدم مول وأكبر مول بالعالم. 5 مقاطع وعيد ترميمها، حتفرجيهم الدمار وبعدين فرجيهم المقاطع اللي ترممت ورجعوا فتحوا المحلات. هذا سوق يعني زيارة التاريخ. صحيح. بعدين في ساحة حي جديدة، في كتير كنائس حلوة، وفي جامع ترمم هنيك، في كنيسة المارونية، وفي كنيسة الأرمن، كل كنيسة متحف نرجع منزوره. في فندق بارون لو انه الزلزال أثر عليه مقدر نزوره، في متحف حلب. متحف حلب رائع جدا، صحيح معروضات قليلة بس بتمثل من ما قبل التاريخ لليوم. فإذا إنه في كتير، نحن عنا كتير بحلب، يعني بحلب لسه نبع ما بتخلص. رغم إنه القلعة رغم الزلزال حاليا غير متاحة للزيارة، بس ممكن نعمل جولة داير القلعة. في مواقع كتير متاحة. هلا إذا بدي روح على طرطوس، خلي ركز على طرطوس، كتير مهمة طرطوس. طرطوس القديمة حلوة، فيها كنيسة تحولت لمتحف رائع جدا. صحيح. في الآثار الفينيقية، في قبور اشكال غطاء شكل انساني بتاثير، في عمريت بيزوروا، حتى السياح بسوريا بيزوروا طرطوس ما بيزوروا عمريت. عمريت اقدم ملعب بالعالم، عمره 3600 سنه. هذاك الوقت عدد سكان عمريت 4000، عندهم ملعب بيسع 11000 متفرج، اقدم ملعب بالعالم. اليونان اعترفت، علماء اثار رافقتهم من اليونان قالوا الالعاب الرياضية لليونان اجت من سوريا. اللاتينية لا شك هي قلعة صلاح الدين غير متاحة حاليا، بس في عمريت، عفوا أوبريت، وزيارة ساحة الشيخ ظاهر، يعني حتى نفرجيهم الشيء الحديث كمان حلو. حما، حما النواعير لساتها عم تدور، هلا لساتها أو المي قوية صايرة وعم تدور، وفي حي الطوافرة بحما كتير رائع. وفي قصر العظم تبع حما، تحفة معمارية رائعة جدا جدا جدا. يمكن وردت هلا حاطت صورتها، إذا وردت. إذا منروح على حمص،
كمان حمص، جامع خالد بن الوليد رجع ترمم 100%. والجميل بجامع خالد بن الوليد انه اللي رممه مؤسسه عسكريه. رغم الحرب في شيء بالجيش السوري للدفاع والاعمار قدروا يرمموا. في كنيسه ام الزنار عمرها 2000 سنه الكهف، في زنار السيده العذراء فيه يعني. وفي حي السوق القديم بحمص ترمم 100%، بيشبه سوق الحميدية عنا ترمم. في مواقع كتير، دمشق حدث ولا حرج. صحيح. دمشق من قدم أسابيع فيها. أنا سبق أن قلت خلف كل باب صقاق بدمشق في جنة. دمشق فيها مواقع كتير، كل مواقع متاحة بين فيها المتحف. حتى دمشق الحديثة ممكن نحضر حفلات بدار الأوبرا، في فعاليات دار الأوبرا. على فكرة هي دار الأوبرا بتعطي فكرة رائعة جدا عن الحياة الثقافية بسوريا. صحيح. أنا كل مجموعة برافقها لازم أخذها لدار الأوبرا لفرجين هالفن، هالفرجين شو هالحضارة السورية هي. لأنه نحن في فكرة لحدة كتير سيئة جدا عن سوريا، عن سوريا وحضارة سوريا. بالمعلوم من هالشي من فرجيونيا كتير رائع. في تدمر تدمر رغم أنه تدمر فيها بعض المعابد، بس تدمر لساتها حلوة. يعني شوفي جمال سوريا ما حدا بيقدر يبشعه. يلي حاول يبشع ويدمر سوريا أظهر بشاعته له. وهلأ سوريا حتصير حج للعرب ولكل العالم. تمام. إيه. كمان أنا بركز على السادة الأدلاء زملائنا. أنا بدي نوه على بعض القامات اللي قدمت شيء لسوريا. في منهم توفوا، في منهم على قيد الحياة. الأستاذة فاطمة جود الله اللي إلى مجموعة كتب. هي كانت دليلة سياحية، وكانت طيار شراعي، وكانت متعددة المواهب. ولا هلا أنا أخبار اختفت عني ب 2014، ما إن شاء الله تكون على قيد الحياة والله يطول عمره. جورج عبيد هذا المبدع ما بيحمل شهادات رسمية، بيحكي 5 لغات، بيتقن 5 لغات. كان يصير مؤتمر عن إبلة أو عن ماري يروح يحضره بروما أو بفرنسا على حسابه. كان مروج للسياحة الثقافية بسوريا. أنا لازم ذكرته بهلا وبدي أذكره، حضل أذكره أكيد. لأنه الله يرحمه قامة كتير كبيرة. هو حرفي وفنان، وإن شاء الله بمر بشي يوم من الأيام بنخلص حلقة عنه لأنه أكيد. بيسهل كتير أكيد. جورج عبيد. هاي صورة لدليل سياحي تقريبا من 110 سنة. شوفوا بنيته قوية وشكله حلو هذا، بس ما بعرف اسمه أنا والله. هلا في دليل سياحي بنعرف اسمه مجول المصرب يلي زوج المستشرقة. وبالوقت الحالي في مجموعة أدلاء شباب جيدين جدا، وفي مجموعة مفتكرين السياحة زعبرة. بس المجموعة الجيدة جدا أنا ذكرتهم بدي أرجع أذكرهم، رامي وبشار وماري. أكيد تحية لهم كلهم. وفي محمد عثمان طالع هلا كمان، هدول بذكرهم. بس للأسف في منهم مفتكرين أنه بس أخذ بطاقة وبيحمل شهادات عليا. الدليل السياحي بده يطور مهاراته. صحيح. والمهاراته بالتدريب والبحث العلمي. تمام. تفاجأت أنه بعض الأدلاء بدمشق القديمة مع المجموعات وضايعين بالطريق. يعني معقول هيك يطلع لحاله يتدرب ويقرأ كتب ويقرأ ويبحث. تمام. هون يعني بنسأل حضرتك، عم تحكي يمكن عن دليل السياحي، عن المقومات، المهارات اللي لازم تكون موجودة عنده، خلينا نتعرف عليه أكثر. وكنت عم تعرض لنا حضرتك صورة شخص متقن 5 لغات، فخلينا نوضح هذا الموضوع. شو هي المهارات اللي لازم تكون موجودة عند الدليل السياحي؟ أنا بقول رقم 1 يؤمن بالبلد ويحبها. وهو أهم من سفير. وأنا بقول بتوجه للسيد الوزير يلي هو كان بيدير منشأة بحلب، وهو من الناس اللي قدموا كتير لحطوا سوريا على خارطة السياحة العالمية. هلأ بعض المنظمين للأسف في بعض الممارسات. هلأ أنا بعتذر، أنا عمري 66 سنة، عم أحكي مو من شاني، أنا مستقبلي وراي. ساويت اللي بدي إياه، ساويته بحياتي اللي بدي إياه، وقضيت أيام حلوة ورافقت عشرات رؤساء الدول وفنانين كبار. ساويت البداية، بس قال أنا عم أحكي الشيء السلبي لنحسن الوضع، لأنه في أخطاء وفي تجاوزات. بعض منظمين الرحلات يدعون أنه مدعومين، عم يتجاوزوا، عم يرتكبوا أخطاء كثيرة. بعض منظمين الرحلات ما عاد بدهم دليل محترف، بدهم معاون شوفير. هيك عم أحكي باللغة.
وقت كلمة زعبرة عم قولها ايه فعلا في ناس علمون انه السياحة زعبرة. هاي لازم نرجع نهتم ونعيد النظر. ودورات الأدلة يكون هلا انا سويت دورة اكثر من 30 سنة، اكثر من 40 عالم آثار واستاذ جامعة درسونا. هلا هذا ما عم يصير. والدليل مو مهنة اللي ما له شغلة. شلون نختار السفير؟ لازم نختار الدليل. والتقييم بيجي من خلال عمله للدليل. هلا عم يسوي تقييم بلقاءات وكذا عم يصير. هذا بكل مجالات العمل. انتوا الاعلاميين والادلاء كله بيتقيم من خلال عمله، من خلال اراء المجموعات اللي طلع معه. هلا تصوري انا دليل درجه ثانيه بعد 30 سنه درجه اولى. في ادلاء ما اشتغل ولا جروب درجه ممتازه، كيف عم يتقيمون؟ لازم التقييم من خلال عمله. اكيد. وانا هالكلام عم احكي مقومات دليل الناجح هي اللغه، يتقن حد ادنى لغه والمعلومات، البحث العلمي بالتاريخ. صحيح. مو بس يقرا كتاب ويقول انا صرت بعرف. ممكن حكيت نقاط كثير مهمه بنتمنى فعليا يتم اخذها بعين الاعتبار من خلال منبر الاخباريه ويكون صوتك وصل. بس خلينا نحكي عن السياحه الثقافيه. نحن بنعرف انه البلد خلال 10 سنوات من الحرب واكثر اذا بدنا نحدد بالتحديد، تعرضت العديد من المناطق الاثريه والتاريخيه لفعليا استهداف كثير كبير. من خلال اطلاعك خلينا نحكي عن المناطق اللي تم إعادة اليوم تأهيلها وترميمها، لأنه هي كمان نقطة كتير مهمة نذكرها اليوم لعودة السياحة الثقافية لهي المناطق. ذكرت أنا هلأ خلال حديثي أنه سوق حلب أعيد 5 مقاطع ترميمه وقابل للزيارة، قلعة الحصن ترممت وقابل للزيارة، أغلب المواقع بتلكن سوريا ما بينتهي فيها نبع. صحيح. ما بتخلص. صحيح. ما بتخلص يعني يلي عم يتمشوا بدمشق القديمة بس يمشي بهالأسواق متعة ما بعدها متعة. الجامع الأموي اللي هو تحفة معمارية وبيمثل على فكرة دمشق بالقرن 7 و8 حكمت العالم من الصين لإسبانيا. وإذا بدي أذكر كمان إبلة. إبلة على فكرة متاحة للزيارة رغم تدميرها، لأنه إبلة مهمة جدا بعد بعض الترتيبات. أفاميا ما عم يزورها كتير، أفاميا جاهزة بالزلزال تدمر تقريبا 8 عمودة بس وردت هلا بالصور اللي حطيتها. افاميا رائعه جدا وزيارتها متاحه بدون اي ترتيبات مسبقه. تمام. ابله بدها بعض الترتيبات مع مدير سياحه ادلب اللي متواجد هو بحما. صحيح. ترتيبات بسيطه وزيارتها كمان مهمه جدا رغم اكثر مدينه دمرت هي على فكره ابله. تمام. دمروا بالدبابات يعني التدمير ممنهج. في كثير لسه مواقع، وانا بقول حضاره سوريا ما بتنتهى. وأجمل كلمة عم اسمعها من السياح انه لساتكم قائمين، خاصة الشعب، رغم انا ما عم بسيط الامور. كلياتنا عم نعاني. تمام. وانتم بتشكركم مستمرين، بعتبركم مطوعين انتم. يعني يمكن حكينا قد ما بنقدر عن ايجابيات السياحة الثقافية، خلينا نلجأ شوي نحكي عن سلبيات. يمكن اليوم موجود بعض الاماكن، بعض المدن يلي مو مسلط الضوء صحيح عليها، بحاجة لدعم، بحاجة لتسويق. هلا انا حكيت بعض السلبيات موضوع الادلاء رغم انه في قسم كبير جيد. وعلى فكرة بوجه تحية واحترام وتقدير لكافة الادلاء بسوريا. اكيد. السلبيات هلا بعض المطاعم فيها فلتان بالنظافه. نحن قلت لكم المطبخ السوري هو منتج سياحي بامتياز منتشر بكل العالم. هلا المطاعم بالعالم كلها بتتباهى انه عم تقدم مطبخ سوري، بس هون في بعض الفلتان بعض المطاعم في النظافه. من ضمن الايجابيات انا بقول الاوتيلات اللي بدمشق القديمه، بيوت عربيه قديمه تحولت لفنادق. هاي صدقا بدي اوجه لهم تحيه لانه عم يقدموا خدمه جيده بدمشق، وفي منهم بحلب كمان. السلبيات كمان في نظافه يعني نحن بنبلش الجوله الصبح بدمشق القديمه بيكون لسه ما جمعوا القمامه، عم يلاقوا منظر ما منيح. هلا مسؤوليه الناس ما يزتوا شلون المكان، ومسؤوليه اللي مسؤول بالمحافظه عن النظافه. بدي اذكر حادثه كثير حلوه. السياحة الثقافية قلت لكم بيجي بنخبط المجتمعات بالعالم. قبل الكورونا كان معي مجموعة من الصين. لقوا بالمواقع الأثرية بعض الأوساخ. ثاني يوم جايبين أكياس نايلون معهم
صار يلموا الوسخ وهن يحطوه بالكيس. هذا شعب حضاري. ولمعلوماتكم وبتقول له اللي عاملين بالسياحة بسوريا، الدولة الأولى مصدرة للسياحة الثقافية هلا حاليا هي الصين. لذلك نهتم بالصين، الصين قارة فيها كثير مستويات، بس في حضارة وبنت حضارة وهي اقتصادها بيشهد. الحديث يمكن عن السياحة الثقافية والثقافة والتاريخ والتراث بسوريا يطول. أكيد وقتنا خلص معك، وإلنا محطات أخرى في رحلاتنا الصباحية القادمة. بالختام بتشكرك الباحث والدليل السياحي عبد الرزاق الحمصي على وجودك معنا. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم، نورتنا. يا أهلا وسهلا. شكرا لك.